كان بغيت نتكلمكم على ديك العاده ديال الذكرى ديال المولد النبوي. الناس كيمشيو كيذبحوا نهار العيد ويذبحوا ويطلعوا كيتجراو لذاك السيد ويتطلعوا بالدم وتيتحيروا. هذيك العاده زعما اش نقول لك، لا حول ما شاء الله، زعما ماشي عاده، وهذا ذكر خصهم يذكروا فيه الله وزعما ويديروا حاجه زوينه. ودوك العادات اللي كيمشيو لسيدي علي وديك الشعواده ودوك المسائل اللي كيديروا، زعما راه اش نقول لك، هذوك الناس راهم جاهلين، ماشي الناس حضاريين، والناس خصهم يعرفوا بان داك الشيء راه زعما ماشي زعما مزيان، وخصهم في الحقيقه يتقوا الله ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنين هذه وانا ولد مكناس، وداك الشيء كيجيني غريب، كاين شي حوايج كيقولوك على قد يتلبس الكحال يفرسوك، فهمتيني؟ ما مصدقش ديك القضيه، وقضيه ديال الدين وداك الشيء ديال اسلامي، وداك الشيء كاين شي حوايج منطقيين وشي حوايج ماشي منطقيين. كتجيب جدي كتذبحو قبل السيد او لا، هذاك الشيء ما متفقش معاه. بالنسبه لي انا ولد مكناس، انا ما متفقش مع داك الشيء كاع في مره. بالنسبه ليهم هما هذاك الشيء ديالهم، دوك البدع ديالهم كاملين. ما كاينش شي قربان شي اضحيه من غير الله، كتضحي بسميه الله. وهاد المناسبه هذه كيخص الناس يصليو فيها ويعبدوا الله ويذكروا الله باش يتقربوا منه بزاف ويسهل عليهم ويخرجنا من هادشي اللي حنا فيه. بعض الناس كيشوفوا تخلف، بعض الناس كيشوفوا بان حقيقه اليوم هما، يعني كل واحد كيتصور، كل واحد على حسب المعتقد ديالو. ابن المعتقد ديالك الاسلامي، سير في الدين الاسلامي ديالك وربما ما غيفقدك حتى شي حاجه في الدنيا كامله. ناس من الناس القدام الاولى تبعوا على ديالهم، وعندهم ماشي عندهم عادي، ماشي مشكل الشعواده ولا شي، عندهم عادي بالناس الجدد وجدودهم. وقالوا دخلوا بالناس ولاد اليوم تجيبوا شي شحال من شي في مصايب خايبه ولا هذا الشيء، ماشي ما الناس قدام، الناس كبار عندهم شي ديال الاهميه ديال المناسبه جدهم تبعين العاده. داك الشيء داخل في البدع، داك الشيء نورمالمون راه حرام، يعني الانسان يحتفل من حقه يحتفل، ولكن داك الطقوس يعني الواحد يدير داك الذبايح وداك هذاك بعيده بزاف على التقاليد وعلى الدين، وهذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لك على تكون عده طقوس. كاين طقوس اللي مزيانه وطقوس اللي شويه خايبه، ولكن الطقوس اللي كثيره هي شويه ديال البدع والشعواده هي اللي كتكون شويه مروجه هنايا، ماشي حاجه اللي مزيانه بحال ذكر النبي. المهم داك الشيء ديال الفريسه، واش حنا نحتفلوا بالنبي ديالنا بداك الشيء ديال نمشي انا نفرس خروف ولا نوض، واش فهمتي؟ ما خصناش نحتفلوا حنايا بديك الاحتفاليات، خصنا نكونوا احتفاليات دينيه، قراءه القران وشي حوايج اخرى. المهم هذا هي دي الفكره اللي عندي انا. هي ذكرى مقدسه، لاننا خصنا نقدسوا الرسول عليه الصلاه والسلام، هو القدوه ديالنا. ولكن بالنسبه لهذا الشيء اللي كيطرى دابا في هذه الاونه الاخيره، انا ضد، ما متفقاش معهم بتاتا، لان هذا غير زعما شعواده وتخلف. هذا بالنسبه لي انا تخلف، يعني ما كيدي حتى شي حاجه اللي في مصلحتنا، مصلحه الشعب. داكشي ما تبغيش تدخل البال اصلا، انه لا علاقه، لان هذوك الناس بشر بحالنا بحالهم. انا كانوا ناس حدايا تنكون غادي بعض المرات تتلقى واحد لابس الكحل دغيا تيطيروا عليه ولا تيبغيو واش غادي تدير، لا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.